نشوف مسألة جديدة. المسألة دي هي رقم 14 على ليت كود. المسألة اسمها longest common prefix. تمام، بيقول لك ايه في المسألة دي؟ بيقول لك ان انت عندك array of strings. تمام، ال array دي فيها مجموعة من السترنجات، عايز يشوف ال longest common prefix، يعني اكبر prefix هنا في ال array كلها، يعني او الفيكتور كله. ممكن طيب نحاولوا كده ايه نفهموها اكتر، ناخدوا المثال ده نطبقه عليه. تمام، عندي هنا ال F L O W، هي متكررة هنا وهنا بس مش متكررة هنا، فكده دي مش اللونجست. تمام، يعني دي مش أطول حاجة. فلو جينا شفنا ال F L، هي ال F L تقريبا اللي متكررة في كله، فهي دي هتبقى ايه، هي أطول حاجة، فعشان كده ايه ال output كان F L. طب في حاجة زي كده، في حاجة زي كده لما جينا، لو جينا عملناها كده مثلا، عندك ال D O وهنا مفيش أي حاجة، مفيش أي حاجة متكررة، فكده يبقى ال output يبقى عادي فاضي مفيهوش أي حاجة. طب ممكن نحط مثال تاني برضه عشان نفهمه. لو قلنا مثلا عندي eat وعندي eaten مثلا، وعندي هنا يعني أي حاجة كده. تمام، فلو جيت شفت المفروض الاوتبوت المفروض هيطلع ايت. تمام، لان كده ايت هي اللي متكررة في كله، فهو دي longest common prefix. تمام، طيب لو عندي مثلا هنا، لو قلنا ان انا عندي مثلا اي واي حاجة كده، وهنا اي واي حاجة، وهنا مثلا اي كده، يبقى كده ساعتها مفيش بريفكس. لو خليت دي ايه برضو اي حاجة، يبقى كده ساعتها longest prefix هيكون اللي هو ال e. تمام، تعالوا كده implementation حاجة زي كده، don't save، ناخده دي كده. تمام، هنقول له هنا عايزين الأول بس int n ان دوت بيساوي strings اللي هو اسم الفيكتور. تمام، دوت السايز، بعد كده هقول له for loop من int ل t equal 0 ل t أصغر من ال strings ال أول string في ال array. تمام، فهقول هنا strings of ال zero dot size. تمام، هقول له ال t plus plus، وهنا for من int نخليها بقى مثلا i equal one، ليه ال i أصغر من ال n وال i plus plus. دي بتشيك على الحروف نفسها، هقول له عندي condition، بقول له ايه بقى في الكونديشن، ان لو ال string دوت ال string of ال i تمام dot size ده لو اصغر من او بيساوي ال i ال t قصدي، or يعني كده، عشان لو الكلمة يعني مثلا، لو جينا رجعنا تاني لهنا النوت باد دي، عشان يعني special case، يعني ان لو قال لي مثلا عندي هنا الكلمة الاولى كانت eaten مثلا والكلمة التانية كانت eat، فهو هنا لو وصلت ان مثلا والتالتة مثلا، خلي دي eat والتالتة مثلا كده اي حاجة كده، فهنا لو وصلت الحرف التالت فانا كده خلاص هاجي هنا هيديني run time، فعشان اقدر اوقف حاجة زي كده يعني. تمام، فهنا هقول له or ان ال s strings of ال of ال of ال i، هشوف هنا بتشيك بقى على الحرف نفسه في ال t. تمام، don't equal strings of ال 0 of ال t. تمام، ساعتها بقى هيعمل ايه، هي return ال s of ال 0 dot sub array sub string sorry string مش s بس sub string من 0 لحد ال i
حد التير. تمام، وهنا في حالة بقى ان هو فضل كده لغاية الاخر وما عملش اي حاجة، يعني وصل لحد الاخر وما دخلش الكونديشن ولا مرة، فهقول له هنا ريتيرن، اي ريتيرن السترينجز اوف الزيرو، يبعت اول كلمة نفسها. تمام، لو كده ناخده دي نعمله بيها submit. تمام زي الفل، accepted.